بيكم أصدقائي الأعزاء. معانا النهاردة صديقة جميلة من زاوية أوروبا. صديقتنا الجميلة رغم بترعها السبعية مستخدمة لأحد العكازات المعدنية بإرادة قوية بتتحدى الإعاقة وتواجهها بكل شجاعة. صديقتنا الجميلة رغم كل التحديات اللي بتقابلها بإرادة قوية تعيش حياتها وتتغلب على الإعاقة وبتواجه كل صعب. صديقتنا الجميلة نموذج جميل للمرأة القوية، بقوة إرادتها وعزمتها بتتحدى إعاقتها وبتواجه كل صعب.